السلام عليكم. في إطار العملية تاع الاسترجاع تاع الأملاك المنهوبة والتي تشوبها، يعني عمليات غير قانونية، تنقل وزير الصناعة إلى ولاية البويرة للوقوف على العملية تاع الاسترجاع تاع المركب إيفيكو لإنتاج السيارات النفعية والسيارات والمركبات الصناعية على مستوى إذا ولاية البويرة. هذا المركب الذي يتم حاليا استرجاعه وتسليمه إلى مجمع إيميتال، إذا المجمع إيميتال إلى فرعه فيروفيال للإشراف على هذا المشروع وتسييره إذا من طرف مجمع عمومي. إذا هذه هي الحلول التي لجأت إليها الدولة لاسترجاع كل ما تم نهبه أثناء الفترة الماضية، إذا في عملية نتاع إعادة إحياء هذا المركب لإنتاج السيارات النفعية والسيارات المركبات إذا الصناعية من العلامة الإيطالية، علامة إيفيكو. إذا سوف يتم استرجاعه وافتتاحه تحت الوصاية نتاع وزارة الصناعة، إذا بتكليف مجمع إيميتال ولفرعه فيروفيال بتسيير هذا المشروع. إن شاء الله يكون فيها خير، يعني بالنسبة للولاية، بالنسبة للعمال خاصة، وللاقتصاد الوطني، ويتم افتتاح هذا المركب في أقرب الآجال إن شاء الله. نترككم تتابعون هذا التقرير إذا حول الموضوع، والسلام عليكم. هذه مسارات تتأكد فيها الالتزامات وتتجسد التعهدات. المنطقة الصناعية وادي البردي بولاية البويرة تؤكد حرص الدولة في استرجاع الأموال والأملاك المنهوبة. مشروع مصنع السيارات النفعية والصناعية يتم استرجاعه لصالح مجمع فيروفيال العمومي المختص في تصنيع القاطرات ولواحقها وتجهيزات السكك الحديدية. تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية من أجل إعادة نشاط هذه المؤسسات في أقرب الآجال. شركة فيروفيال لها الخبرة في صناعة العربات، تقريبا نفس التكنولوجيا اللي راح نستعملها في هذه العربات. على مساحة تقدر بأزيد من 100,000 متر مربع، يوفر هذا المشروع قريبا 750 منصب شغل مباشر و 1200 منصب عمل غير مباشر. هناك مشروع السيارات الصناعية أو ما يسمى النفعية، وهناك مشروع كذلك الحاويات المطروحة اليوم على الطاولة. احنا نتعهد أن هذه الحاويات ستكون مصنوعة على مستوى الجزائر، وسنصنع 12,000 حاوية في السنة، كذلك سنسوق إلى إفريقيا. تأتي هذه المساعي تنفيذا للوائح مجلس مساهمة الدولة المنبثقة عن القرارات والأحكام القضائية المتعلقة باسترجاع الأملاك العقارية والمنقولة. المديرية العامة للأملاك الوطنية منذ حوالي 3 سنوات استلمت هذا الملف الصعب، هذا الملف اللي عرف عدة مراحل. فقد تم استرجاع على مستوى ولاية البويرة 23 قطعة، مجموع 29 قطعة، منها 23 قطعة على مستوى المنطقة الصناعية بواد البردي، وكذا 6 قطع أرضية بسور الغزلان. تقطف الدولة اليوم ثمار الحرص والجهد والالتزام والوفاء بالتعهدات. عندنا عدة لواحق، عندنا هنا ستوكاج، يعني ركن العربات المنتوجة اللي تخرج من هذا المصنع. فيروفيال لها الخبرة في صناعة العربات، وإضافة لذلك كنت تشوفوا بنت تكلمنا على البيس إلكتريك إبريد.